بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والولاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سلسلة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب شرعي وحياة للأفراد وللأمم. عنوان هذه الحلقة: الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم المقرونة بالحب هي نوع الطاعة التي أمر بها المسلمون. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجردة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على محبة العبد لله تعالى. الله عز وجل عندما أراد أن يمتحننا في مدى محبتنا لله تعالى جعل الباب لهذه المحبة هو الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله تعالى هي الطاعة والاتباع، ولا يكون هذا إلا إذا كان واقعا نحياه في حياتنا في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء وفي العسر واليسر والمنشط والمكره. ومحبة الله تعالى لا تنفصل عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا اعتبرت شعبة واحدة من شعب الإيمان 77 وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي الشعبة الأولى من شعب الإيمان. شعب الإيمان 77 شعبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا من هذه الشعب إلا ثلاثة، وتركنا الأمر للاجتهاد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستنبط منهما شعب الإيمان. فأول شعبة من شعب الإيمان لبناء الفرد والشعوب والأمم والحكومات هي محبة الله ورسوله. محبة الله لا تنفصل عن محبة رسول الله، ومحبة رسول الله لا تنفصل عن محبة الله عز وجل. فأول شعبة هي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآخر شعبة هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في المنهاج النبوي لشعب الإيمان للأستاذ عبد السلام ياسين رحمة الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.